157 جمعية بشبهة الإلهاب فوق بيلو وزير الداخلية. تفيد آخر المعلومات اللي عدد الجمعيات في تونس اليوم وصل 20300 جمعية، واللي عددهم ضعف 3 مرات منذ ثورة 2011، وأغلب هالجمعيات تسمى خيرية ودعوية ودينية. ودعت الحكومة نهار الاثنين اللي فات كل الجمعيات إلى إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها، مع ذكر مصادرها وقيمتها وموضوعها، وطلبتها زادة بإعلام الرأي العام بهذا في إحدى وسائل الإعلام المكتوبة في أجل شهر من تاريخ 12 جوان 2017، عملا بالفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وتعتبر الحكومة هالبلاغ بمثابة التنبيه لكل الجمعيات اللي تتلقى التمويلات الأجنبية، وموجبا للتتبعات القانونية والقضائية في حال الإخلال به. ويجب نعرف زادة اللي ثم حتى 157 جمعية بشبهة الإرهاب موجودة دوسياتها فوق بيلو السيد وزير الداخلية اللي ما بتش فيهم حتى بطريقة أو بأخرى. 157 جمعية تونسية بشبهة الإرهاب والتعامل معه وتسفير الشباب التونسي لحم للمدافع في بؤر الإرهاب في ليبيا ومالي وسوريا والعراق واليمن وغيرهم، زيادة على تواتر المؤشرات والإثباتات والمعطيات المالية الدقيقة المفصلة ودوسيات مقررة مليح حول شبكات التمويل والدمغجة وغسل المخ والدعاية والتحريض، وكذلك آليات الاستقطاب والتجنيد والتسفير والانخراط في الأعمال الإرهابية والعدائية والعدوانية. 157 جمعية بشبهة الإرهاب فوق بيلو وزير الداخلية، ووزير الداخلية ما تخذش فيهم حتى أجرى، رغم أن الدولة عندها سلطة الحلول والسلطة التقديرية والترتيبية دون اعتبار كذلك صلاحية القضاء. وماذا بينا باعتبار خطر الإرهاب الحقيقي والدهم يستعمل السيد وزير الداخلية صلاحيته القانونية والترتيبية ويجمد هالجمعيات في مرحلة أولى في انتظار حلها قضائيا عبر إجراءات المحاكمة العادلة، ويطبق البروتوكولات والإجراءات المخولة للدولة باعتبار القوانين النافذة. وكما قالوا الناس الزمنية، التراب المحير ما تعرف سوشي أذيبة، أما قالوا زاد فما سكوت يخرب البيوت، واللي ما يعري الناب ما يتاب.